يا لا لا يا لا لا بعد الحبيب يا لا لا يا لا لا أسقى مني إلى الناحيب أسلمني الحمد لله الذي جعل الأذان نداء لحضرته وجعل الصلاة صلة بين العبد وربه وجعل مفتاحها الله أكبر فالله أكبر وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب، ولما أقول أحب فكأنه يقول لنا إن كان شيء من دنياكم فاثنان، النساء بمعنى الزواج والطيب بأن يكون الإنسان متطيبا لأن الطيب تحبه الملائكة، وأما أنا فجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فينبغي علينا أيها السادة الكرام أن تكون صلاتنا بأرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها يا بلال. وحضور المرء في الصلاة يكون أولا من حضوره في الوضوء. فانظروا يرحمكم الله إلى سيدنا علي زين العابدين الإمام السجاد، لما رأوه في الوضوء يتغير لونه وله حال عجيب، فسألوا عن ذلك فقال لهم بين يدي من سأقف. فأول ما يعين المرأة في حضوره في حضرة الصلاة أن يستشعر الأذان نداء من الله إليك، نداء الحب، نداء الحبيب لمحبوبه. ثم تتطهر ظاهرا وباطنا، تأتيه أنت وقد تخليت وبالأنوار تحليت حتى تكون بحضرته. ثم انظروا يرحمكم الله إلى هذا المفتاح الأول، ترفع يديك هكذا تترك الدنيا كلها، الدنيا كلها، كل هذا العالم تركته خلفك، أنت الآن إلى حضرة الله. أنت قلت الله أكبر، فكن صادقا فيها في كل لحظة من لحظات الصلاة. ثم بعد أن تقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، فقد أحرمت على نفسك أشياء عجيبة، أشياء كلها، كل الشواغل حرمتها على نفسك حتى تكون حاضرا بأدب مع ربك. وأنت واقف قائم طاهر تبدأ وتقرأ الفاتحة، والفاتحة هي بينك وبين الله. لذلك قالوا من أراد أن يكلم الله فليذهب إلى الصلاة، ومن أراد أن يسمع الله فليقرأ القرآن. أنت الآن في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، ملك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا ستسأل؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يسلك بك مسلك أهل الصراط المستقيم الذين هم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسألت الله أن يبعدك عن طريق المغضوب عليهم ولا الضالين الذين هم اليهود والنصارى، فإياك أن تقلدهم. ثم تقرأ شيئا من صور القرآن وكل ذلك لك فيه أجر، ثم تخر راكعا وركوعك خضوعك وتذللك،
ودلالة عبوديتك تظهر عبوديتك لله جل جلاله، وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم ترفع من الركوع كذلك، وتقول بعدها سمع الله لمن حمده، وهل للذي لم يحمده لا يسمعه الله. هنا القصد سمع الله سمع إجابة، أجاب الله لمن حمده. ثم تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم تذهب إلى القرب، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. سل حوائجك في سرك، لا تسمع من حواليك، اطلب حوائجك، أنت بين يدي الله، نزه الله، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. الله متصف، الله علوه متصف بالعلو، علو مكانة لا علو مكان، فقد تنزه عن الزمان والمكان. ثم هكذا تفعل في سائر صلواتك إلى أن تجلس إلى التشهد بأدب. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. تأمل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. إلى أن تختم بالصلاة الإبراهيمية، ثم تخرج من حضرة الله العلي إلى أين؟ إلى الخلق. بماذا؟ السلام عليكم. جئتنا من حضرته بالسلام، فتمثل بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا لالان يا لالان بعد الحبيب، يا لالان يا لالان أسقامني إلى النحيب، أسلمني دمعاتي.